اهلا وسهلا مشاهدينا، نعود من جديد لنواصل حواراتنا الصباحيه على شاشه قناه الشروق. يحتفل العالم سنويا باليوم العالمي للسكر نظرا للاعداد والارقام الكبيره المخيفه اللي تتردد سنويا على المراكز بخصوص الاصابه بالامراض المزمنه بالتحديد السكري. ارقام مخيفه بالتالي لازم تواجه بمزيد من الوعي وبمزيد من الحملات الارشاديه. اليوم العالمي كان بالامس 14 نوفمبر بنساعد فيه بقدر الامكان ننشر التوعيه، لذلك في مؤسسات مختلفه وجمعيات مختلفه هي بتعمل على قدر الامكان انه تنفذ برامج توعويه عشان تفي وتنفذ كثير جدا من المشاريع اللي بتهم الاشخاص المصابين. سعداء صباحا نرحب باستاذ نوال احمد سنوسي، هي اختصاصي اجتماعي ومسؤول المكتب الاجتماعي بالجمعيه السودانيه للسكري. اهلا وسهلا، صباح الخير. اهلا وسهلا، اهلا بقناه الشروق وشكرا على الاستضافه، ودائما مشاركين لنا في كل مناشطنا واحتفالاتنا مع الجمعيه السودانيه ومع اطفال السكري. شكرا. الجمعيه يعني تاريخ 2003 والى الان. وبدايه كده نتكلم عن اليوم العالمي للسكري، كان بالامس، والنشاط اللي انتم قمتوا به عشان تواجهوا اليوم العالمي ده بحملات كثيره من ارشاد والتوعيه. جدا. طبعا الجمعيه السودانيه من اهم برامجها الاحتفال باليوم العالمي للسكري. هي من تاسيسها من 2003 هي حريصه جدا انه اليوم العالمي دي يكون احتفال للاطفال باسرهم، بنقدم فيه برامج تثقيفيه، برامج ترفيهيه، برامج على يعني كل المستويات. فهذا العام الشعار العالمي هو التعليم. التعليم اللي هو التثقيف. زيادة الوعي في التثقيف بالنسبة للسكري، يعني بالنسبة لمريض السكري، بالنسبة للمجتمع، بالنسبة للأسر. فالخطة بتاعتنا العام ده إنه نشتغل شغل في المدارس، في المراكز الاجتماعية، على كل قنوات التواصل التثقيف، لأنه يعني في الفترات الأخيرة إنه لقيت التثقيف هو من أهم الأشياء اللي ممكن تساعد مريض السكري إنه يتعايش مع المرض، لما هو يكون مثقف من الناحية كل الحياه الخاصة بالسكري، الناس اللي حوالينه يكونوا مثقفين في التعامل مع السكري، حياته بتكون آمنة، يعني بيعيش حياة آمنة وبيتعايش مع السكري. فاليوم العالمي العام ده كان عن التعليم، وفعلا وسعنا الشغل في المدارس. التقارير اللي بتصلكم يعني كم من النسب بتاعت الاصابات السنويه بالنسبه للاطفال بالتحديد؟ يعني نحن طبعا كمركز، اول مركز في السودان وهو المركز السوداني لسكر الاطفال، بعدد عياداته الموجوده في كل الولايات العدد 10,000 طفل هو مصاب بالسكري. ده المحصول؟ ده المحصول 10,000، يعني في زياده في الفتره الاخيره بنسب يعني سريعه. انتم بحسب معرفتكم، بحسب الاختصاصيه اللي معكم، بتشوفوا انه الاسباب دي اسباب جينيه ولا اسلوب حياه بالنسبه للاطفال؟ طبعا الاسباب الجينيه والحياه دي هي زاويه الاختصاص يمكن يكون يدوك فيها لا بزاويه بزاويتك انتم بمجالستك مع الاختصاصيين، يعني مع المختصاصين اسباب كثيره، هي اسباب جينيه وفي اسباب اسلوب الحياه ذاته، في طريقه التغذيه، عدم ممارسه الرياضه، اكل الوجبات السريعه، الحياه دي كلها يمكن تكون اسباب مجتمع هي تكون اثرت، لكن طبعا ذوي الاختصاص هم الادرى بالحته. طيب بخصوص اليوم، يوم العالمي للسكري اللي كان بالامس، انتوا عملتوا شنو بالتحديد كذا بالنسبه للاسر غير الحملات التثقيفيه والتوعويه حتى في المدارس؟ يعني بالنسبه للبرنامج هو كان يعني فعاليات مقسمه على عدد من الجزئيات. يمكن بدينا يوم 12، يعني اخترنا يوم 12 لانه اليوم 14 كان بيصادف يوم دراسي، وهم كلهم الطلاب يعني ما عايزين نغيبهم عن المدرسه، فاحتفلنا يوم الـ يوم الـ يوم السبت 12/11. الاحتفاليه كانت بتكريم الطلاب المتفوقين. نحن عاده كل سنه بنحصر الناس تفوقوا في مرحله الاساس، مرحله الثانويه، مرحله الشهاده السودانيه. فالحمد لله يعني كان عدد اكثر من 100 طالب انه احرزوا نتائج جيده جدا في مرحله السادس، في الثامن، في الشهاده. حتى عندنا طالب وانا بحييه من المكان ده، محمد اسماعيل، جاب نسبه 95.7، دخل هندسه الخرطوم، هو مصاب بالسكري يمكن اكثر من 10 سنوات، فده دليل على انه السكري اصلا ما بيكون عائق
في أمام في النجاح. مسيره الطلاب. طيب الجانب النفسي هو مهم جدا بالنسبه لمريض السكري بالذات لو كانوا اطفال، لانه الضغط بيكون كبير من اسرهم في ارشادات انه تعمل كذا وما تعمل كذا، فبالتالي هو بحس نفسه انه عايز ياخذ حريته كلها في التفاصيل دي. فقدر كيف برضه مهمه عندكم بتراعوا ليها انتم في الجمعيه؟ من الجانب النفسي عندنا مهم جدا، يعني عندنا مكتب خاص بالصحه النفسيه. مجرد ما الاسره اكتشفوا وجونا في العياده انه الطفل مصاب بالسكر، نحن نقعد مع الاسره. طبعا الطفل احتمال يكون صغير، هو ما بيدري بالكلام اللي بيتقال والارشادات اللي بتقال، لكن بنركز مع الاسره وبنركز كمان الاسره الثانيه اللي هم المدرسه، لانه في المدرسه بنلاقي حاجات كثيره. في اسر، يعني انا ما بقول كل الاسر، بعض الاسر الحته بتاعت الوصمه الاجتماعيه، يعني المرض ما بكلموا اداره المدرسه لانه مثلا طالب ده او طفل ده مصاب بالسكري، وده اكبر عيب لانه المضاعفات وزمن أكبر عيب. اكبر في المدرسه كثير بتحصل مضاعفات، وحصلت كثير من المضاعفات داخل المدرسه، اسره المدرسه ما بتكون عارفه. فبقينا نحن بنوعي الاسر، يا اخواننا مرض السكري مرض تعايشي، يعني الناس تتعايش معاه بالطريقه اللي احنا بنحطها لكم، فهو ما وصمه، فلازم هو المدرسه باعتبار هي الاسره الثانيه، صح؟ هو بيعدي فيها اكثر من 6 أو 7 ساعات، لازم الناس اللي حواليك لازم يكونوا عارفين ظروفك شنو. فبقينا نخش مع الاسر، وعندنا استماره خاصه بالارشادات دي، يمكن تكون دي من الحاجات اللي احنا بنسلمها للاسره، بنسلمها للاسره مجرد ما عرفنا هي ارشادات عامه الى اداره المدرسه. مجرد ما جانا وعرفنا انه هو خلاص مصاب بالسكري، بنقول لهم يا اخواننا الاستماره دي تسلموها اداره المدرسه، لانه المعلمين الطلبه اللي معاك يقدروا يتعاملوا اذا كان جاتك اي نوع من المضاعفات، بدل ما تتصل على الاسره واحتمال تكون الاسره بعيده انت تزعفه. يعني التثقيف ما فقط للشخص المصاب، لا، ما انما برضه للمحيط جنبه من الطلاب عشان برضه ياخذوا الحذر. مهم شديد، يعني مهم شديد. طيب عشان نقدر نغطي كل جوانبكم، الجمعيه السودانيه للسكري دي تحت سكر الاطفال، هي في المركز الخرطوم ولا عندها برامج ثانيه في الولايات بصوره دوريه ما فقط تركز على يوم عالمي واحد؟ يعني طبعا هي الجمعيه المقر بتاعها اللي هو مركز السودان لسكر الاطفال اللي هو في الخرطوم 2 جوار مركز جابر ابو العيس من الناحيه الجنوبيه. هو مركز من 3 طوابق متكامل، فيه كل الاقسام وفيه مقر الجمعيه. اصلا هو شراكه ما بين الجمعيه السودانيه لسكر الاطفال ووزاره الصحه ولايه الخرطوم. هو اتبنى بجهود من الجمعيه الحمد لله وبالخيرين، وتم افتتاحه في 2019. قبليها كنا عندنا عياده صغيره داخل مركز جابر، يعني كنا بنتابع فيها الحالات من مركز جابر، لكن بعد تم الافتتاح في 2019 المركز بقي يستقبل كل الحالات داخل الخرطوم وخارج الخرطوم. فنسبة الانتشار المرض ذاته في الولايات، الجمعية ساعدت لأنه شنو؟ توطن المرض في 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 الولايات. فقمنا بتدريب عدد من الاستشاريين في مجال السكري وأخصائي التغذية، مرشدي الاجتماعيين النفسيين، مرشدات التغذية، كلهم حاولنا ندربهم على أساس إنه شنو؟ يكونوا في عياداتهم في مناطقهم. نحن نفتح عيادات في الولايات عشان تستقبل الحالات، بدل ما يجينا المريض مثلا من الفاشر ولا من دنقلة ولا من وين، نحن بدينا نأسس. وفعلا وقد حصل، يعني الجمعية بجهود مع عدد من المنظمات العاملة في مجال السكري العالمية، عندنا برامج بتاع السكري اللي هو تغيير السكري من نوفو الدنماركية، في برنامج لايف ان تشايلد من استراليا، ديل هم ساعدونا في انه نفتح 22 عياده في ولايه الخرطوم وولايه السودان المختلفه. فالحمد لله عيادات يعني فيها اسطاف مدرب، فيها كل المعينات، الانسولين مجانا بالنسبه للولايات بيجينا من الجهات دي. بالنسبه لولايه الخرطوم وزاره الصحه موفرين الانسولين مجانا، يعني ما في طفل في السودان بيشتري انسولين الا براه هو عايز ماشي يشتري، لكن الحمد لله نحن موفرين انسولين في داخل المركز عن طريق ولايه وزاره الصحه ولايه الخرطوم، في الولايات عن طريق البرامج اللي انا ذكرتها لك. طيب استاذه نوال، نحن نتكلم صباحا بيشاهدونا داعمين وخيرين في في داخل السودان وخارج السودان، انتم حوجتكم الحقيقيه شنو في الفتره دي بالتحديد عشان تقدروا تكفوا احتياجكم؟ نحن يعني انا طبعا اخصائيه اجتماعيه ومسؤول المكتب الاجتماعي في نفس الوقت، يعني كل الاشياء دي بنحاول ندعم دائما الاسر الفقيره. فالمرض بقى يعني منتشر، زمان بيقول لك مرض السكري في الاسر شويه وضعها، لكن حسه بقى في مستويات ادنى بتحتاج لمعينات كثيره جدا. يعني هنا نحن ما بنخصص تغذيه، لكن التغذيه سليمه، يعني ابسط اشياء انه يلقى الغذاء الصحي
المفروض ياخده هو، يلقى جهاز الفحص، يلقى الحاجة اللي بتوصله ذات لنا في المركز، يلقى حاجات كثيرة. فنحن بنحاول نطلب من الخيرين إن يساعدونا. عندنا أيتام، عندنا أسر فيها أكثر من مريض في السكري، عندنا أسر فقيرة أحيانا حق يعني الوصول للمركز ذاته معاناة معاناة يعني عشان يصنع في المركز. فنحن كمكتب اجتماعي بنحاول نوفر نغطي قدر الشيء، لكن العدد ماشي في زيادة والأشياء ذاتها ماشي في زيادة. رغم التثقيف اللي بيجينا نشوفه في الفترة الأخيرة، إلا أنه برضو في إهمال من الأسر بخصوص الوجبات وظل الظروف اللي بنعيشها هسه. في وجبات معينة صحية المفروض يأخذها المريض أو حتى الطفل قبل أخذ الوجبة أو بعد الوجبة. فبرضو نناشد مرة تانية ونكرر مرة تانية أنه الناس تهتم بأطفالها صحيا يعني في تغذيتهم من الصباح لحد اخر جرعه يعني. من الصباح، وطبعا الاكل الصحي الموجود نحن ما بنطالبه يمشي يعملوا الحاجه الاكثر من طاقتهم، لكن الوجبه المتكامله اللي فيها كل الاشياء المتناول يدهم الصحيه في نفس الوقت، يعني هي ما مخصصه انه هم طبعا هم اطفال في طور نمو يعني بيحتاجوا لحاجه عن طريق مكتب التغذيه، هم بيوصفوا لهم الحصه شنو هم ياخذوها للطفل المصاب بالسكري، فهي ما اشياء زايده على اللازم. طيب بيشوفوا انتم في التقارير اللي بتصلكم منه من النوع الاول ولا النوع الثاني، هو التعايش معه سليم يعني، ولا برضه لما يزداد العمر والشخص يبلغ في عمر اكبر ونموه يزيد بتبدا تقل المضاعفات بتاعته؟ هي يلا المضاعفات متين، انت لما المتابعه ما تكون دوريه، انت ما مهتم بحته الرياضه، ما مهتم بانك تاخذ الجرع في نفس مواعيدها، الاشياء دي هي اللي بتظهر لك المضاعفات بعد ذاك. يعني نحن عندنا دليل يعني قدامنا، عندنا اطفال هسه تخرجوا من الجامعات والحمد لله من غير اي مضاعفات، يعني السكري معهم اكثر من 10 سنوات او 15 سنه، فهم بيمارسوا حياتهم طبيعيه، بيجوا لعياداتهم متابعين وبياخذوا وجباتهم يعني المفروض هم ياخذوها على حسب اخصائيه التغذيه اللي توصف لهم بعض الاشياء، فحياتهم ممارسينها بصوره يعني طبيعيه جدا. وهسه حاليا عندنا عدد من الطلاب اللي نحن بنقول عليهم يافعين، نحن بعد سن 18 سنه عندنا حاجه اسمها عياده تحويليه، دي لسن 18 ل 25 سنه، يعني ما بنوديهم الكبار طوالي، بنخليهم فتره في عيادتنا التحويليه دي عندي بعد اغلموا على الجو وبعد ذاك يحولوا للكبار، دي كلهم في الجامعات وما شاء الله في كليات ما شاء الله يعني كليات مرموقه، فابدا مرض السكري ما بيعيق الا تكون لاسباب ثانيه، في اسباب يمكن تكون الناس بتخلي المدرسه لاسباب يمكن تكون اقتصاديه، عندنا حاجات زي دي مشاكل زي دي، ونحن اخصائيين اجتماعيين بنصل لاداره المدارس وبيجاوبوا معانا، مرات في حالات في البدايه المريض يمكن يكون راقد في المستشفى يعني شهر شهرين غاب من المدرسه فتره، يقول لك انا ما اقدر ارجع ثاني، في الاسر برضه بتقول لك ده ما خلاص بقى مريض سكري ثاني ما في داعي للدراسه، لا نحن بنقعد نرشدهم ونتكلم معاهم ونصل معاهم اداره المدرسه، اخواننا هو فتره وبتعدي، بنكتب ليهم انه الزول ده كان بيتابع معانا يرجع المدرسه عادي، والحمد لله رجعوا، ما عندنا يعني قليل حالات نادره جدا بدينا العاليه، وبنناشد الامهات والاسر انه اصلا ما تطلعوا طالب من مدرسه بسبب ظروف اقتصاديه او ظروف صحيه، اقتصاديه نحن كمكتب ما بنحاول نحلها، صحيه المركز بيحاول يحلها. يعني حسي من الاشياء المؤسفه جدا انه عندنا طفله في السنه دي عمرها 4 سنين ظهر لها السكري، هي في الروضه فجات مضاعفات، جات مضاعفات في اداره الروضه يعني للاسف الشديد يعني ما قبلوها، رجعوها لاسرتها قال لهم نحن ما بنتحمل الحته دي، فدي لو كانت الاصطاب بتاع الروضه كان هو مثقف كيف يتعامل مع طفل مصاب بالسكري ما كان بتكون في مشكله، عشان كده نحن هسه طلعنا حمله كبيره حتى على الرياض، حتى على الرياض نحن طالعين عندنا هسه يعني تنسيق مع مكتب التعليم ومحليه الخرطوم، شاكرين لهم جدا يعني اتاحوا لنا الفرصه لعدد من المدارس الاساس، وعندنا برضو المدارس الخاصه برضو ما ناسينها والمرحله الثانويه، في الفتره خلال العام الدراسي عندنا خطه متكامله للمدارس. وده مهم انه حتى التشبيك لو ما كان من الجمعيه يكون ما بين المدارس نفسها ويكون فيها اختصاصيين في مجالات مختلفه اجتماعيه او اختصاصيين تغذيه عشان برضو يقدروا يغطوا الجوانب اللي ما بتصلوا انتم.
احنا مقدرين جدا. عندك حاجة عايز تقولها؟ حتى بتاعت التشبيك دي بالذات يعني نحن يعني بنطالب انه وزارة الصحة، الصحة المدرسية، تعليم قسم الصحة المدرسية، اليونيسيف، في التعليم من اجل الجميع، دي كلها حاجات كلها بتمشي في مجال التعليم في المدارس. يا ريت لو يكون في تشبيك بيننا، يكون في شغل مع بعض في الفترات الجاية دي عشان ما نغطي التثقيف الكامل لكل المدارس. حاضرين جدا استاذ نوال احمد سنوسي الاختصاص الاجتماعي والمسؤول عن المكتب الاجتماعي بالجمعيه السودانيه للسكري. في حاجه بس بسيطه اضيفها، انه كان من ضمن الفعاليات كان يوم الاثنين امبارح كان في محاضره عن السكري يعني مستهدفه طلاب الجامعات، فكان يعني مثلا حدث كبير جدا ما شاء الله، كان مصاحبه معرض خاص بامهات اطفال السكري اللي احنا كان دربناهم في بعض المهارات. البارح كان معرض كبير جدا وكان يعني شاهدوا به كل الناس، ويعني كانت حاجه جميله جدا. ان شاء الله تمتدي يعني كل الناس اللي تدربوا عندهم معلومات يقدروا برضه يساعدوا اخوانهم في المدارس او في المحيط او في الحياه. حقدر جدا استاذ نوال.